خمس دقائق من وقتك. نستضيف اليوم في خمس دقائق الأستاذ شادي عطية، وهو مؤسس ورئيس جمعية بيئتي. هذه الجمعية التي تعمل على زيادة الوعي بالبيئة وتهتم أيضا بالعمارة الصديقة بالبيئة، هذا المفهوم الذي يعود مؤخرا إلى التداول. صباح الخير أستاذ شادي عطية، وأهلا وسهلا فيك في برنامجنا كافي شو. ألو صباح الخير أستاذ شادي عطية، أهلا وسهلا فيك في برنامجنا. أستاذ شادي عطية، بدنا نتعرف معك بداية عن مفهوم البناء الصديق بالبيئة، ماذا يعني هذا المفهوم؟ بداية مفهوم البناء الأخضر أو البناء صديق للبيئة هو مفهوم قديم كان موجود عندنا في التراث التاريخي لكل منطقة العربية، وهو معني به بالأساس مباني وظيفية مريحة للمستخدمين، جذابة، بتطبق أحدث تقنيات الكفاءة من خلال استخدام موارد الطاقة، المياه، مواد البناء بشكل مستدام بجانب جدواها الاقتصادية على المدى القريب والبعيد. نعم، فنقدر نقول باختصار انها مباني صديقة للبيئة مريحة للإنسان، وفي نفس الوقت لا تجور على الموارد الطبيعية للكرة الأرضية. نعم، مما تتكون هذه الأبنية؟ يعني ما هي المواد الأولية التي يمكن أن نبني منها بناء صديق للبيئة؟ طبعا هو الموضوع مرتبط بالتطور التاريخي بصناعة البناء. تاريخيا احنا كنا بنبني بمواد طبيعية، مواد جاية من الطبيعة، الطوب، الصخر، الأحجار، وكانت دي موارد متجددة وموجودة في الطبيعة بشكل طبيعي ولا تضر الإنسان. اللي حصل بعد الطفرة الصناعية وبعد الحرب العالمية الثانية ان بدأت فيه تبقى فيه مواد مخلقة، البلاستيك ومواد زي الإزاز والألمنيوم، وطبعا المواد دي كثيفة استخدام الطاقة في إنتاجها وملوثة بشكل كبير. لكن المباني الخضراء والبيئية بتحاول بقى ترجع تاني انها تستخدم المواد الطبيعية اللي هي ممكن تكون أخشاب في الأماكن اللي فيها أخشاب، الأحجار في البلاد اللي فيها حجر. ممكن النهاردة بنشوف حتى في بلاد مثلا الشام بنعمل إعادة تدوير لمخلفات الزيتون أو بذور الزيتون عشان نعمل بيها خفان أو نعمل بيها حجر طوب. كل بلد بتحاول تاخد مخلفات العضوية مثلا من صناعة الزراعة، من مخلفات الزراعة، بحيث تكون بيها مواد بناء طبيعية. فنقدر نقول إنها بتعتمد بالأساس على مواد محلية نجمة عن مخلفات من صناعة أخرى، بحيث لا نعتمد على مواد بتستخدم طاقة كثيفة زي الزجاج، زي الألمنيوم، زي الحديد، وبنعتمدش كمان على استيراد هذه المواد. نعم. زي الأسمنت. طيب أستاذ شادي عطية، يا ريت نتعرف معك على جمعية بيئتي، متى تأسست وكيف نشأت فكرة تأسيس هذه الجمعية؟ جمعية بيئتي تأسست سنة 2011 مع بداية الحراك العربي كبادرة أمل لأنه المجتمع المدني يقدر يساهم ويساعد في تطوير المجتمعات المحلية. بدأت في القاهرة، فكرة ببساطة جدا كانت بتعتمد أنه لا يوجد لدينا في العالم العربي منصة عربية بتجمع كل المختصين والمهتمين بالبنايات الخضراء والعمران البيئي بشكل عام. ومن هنا بدأنا نفكر ان احنا فكرت شخصيا، وبعد كده بقى في مجموعة تعمل مختلفة ان احنا نجمع جميع المتخصصين على بلاتفورم او على منصة عربية من خلال موقع او من خلال صفحة على الفيسبوك، وبنتواصل مع مختلف المهتمين، بنقدم تدريب، بنوثق لجميع المشاريع الموجودة على الساحة، بنعمل منشورات، بنعمل مطبوعات، بحث علمي. نعم. من وقت لاخر بنعمل ايفنت او وتعتمدون بذلك على المبادرة الفردية والعمل التطوعي، أم أنكم تتعاونون مع مؤسسات معينة؟ هو بالأساس هو العمل بالأساس هو عمل نقدر نقول مجتمعي مدني، ولكن بنتعاون مع مؤسسات. مثلا بنتعاون مع المؤسسة في مثلا المؤسسة العالمية المجلس العالمي للبنايات الخضراء، بنتعاون معه. في مؤسسات ومجالس للبنايات الخضراء موجودة في العالم العربي، أنشطها مثلا المجلس الأردني للبنايات الخضراء بنتعاون معه بشدة، في مجالس في الإمارات، في مصر، في المغرب. فبنجمع ما بين مؤسسات في الغالب نقدر نقول أهلية،
لسه ما فيش، ما حصلش يعني نوع من التقارب أو التواصل مع شيء مؤسسي على نطاق دولة أو. نعم أستاذ شادي عطية، كيف وجدت التقبل العام لجمعية بيئتي؟ التقبل شديد جدا لدرجة ما احنا عندنا يعني مش قادرين نغطي التفاعل مع المستخدمين، لأنه واضح انه في شباب كتير ناشئ مهتم جدا بموضوع البنايات الخضراء وعاوز يبني عمران. احنا لا يخفى علينا ان في البلاد العربية عندنا نمو عمراني شديد جدا، والسنين الجاية لحد 2030 هنبقى من اكتر الدول العالم اللي هيحصل فيها طفرة عمرانية من ناحية البناء، وده مرتبط بزيادة السكانية. ومن هنا إن الشباب والأجيال المهتمة بالبناء والعمران بشكل عام عاوزة المدن العربية تبقى شبيهة بالمدن الغربية اللي بنشوفها في المدن الصناعية، تبقى نظيفة جميلة موفرة للطاقة، ترى فيها مثلا مصادر للطاقة، الألواح الشمسية، مياه يتم استخدامها بكفاءة، البيئة نفسها تكون جيدة، هواء نظيف، في هدوء في الشوارع، في استخدام للدراجات. هذا بالبلاد الغربية، ولكن ببلادنا العربية يعني كيف ترى إمكانية تطبيق هذا الحلم؟ طبعا في إمكانية حاصلة، وخصوصا الميزة اللي حاصلة في السنين الأخيرة هو انخفاض سعر البترول، وبالتالي مو في احتمال كبير أن نتحول من الاقتصاد الأسود إلى الاقتصاد الأخضر، ندخل الاقتصاد الأخضر اللي هو مبني بالأساس على آليات اقتصادية لا تعتمد على البترول، وبالتالي يجب أن نتبنى فكر الاستدامة بشكل إجباري ما فيهوش اختيار. هتلاقي النهاردة الأسرة اللي عندها أسرة، هنلاقي النهاردة مثلا مثال الأردن رفعت دعم الطاقة من 2010، بناء عليه بقت سعر المحروقات غالي، المية غالية، بدأت تبدأ يبقى في تجمعات عمرانية وأفراد وحتى مجتمعات على النطاق الحكومي تبدأ تقول طيب احنا عاوزين نعمل تجمعات سكنية بتعتمد على الطاقة الشمسية، عاوزين ندخل نعزل المباني، عاوزين نبدأ نعتمد على دورات استخدام مية أو معالجة مية قبل حتى ما نصرفها على شبكة الصرف. ففي نوع من الإمكانية وبتحصل على الأرض، وفي مجموعة مشاريع ممكن نبقى نتكلم عليها. نعم بنشوف فيها التطبيق ده بيحصل ناجم عن ان في تحول في العالم كله، ان احنا بننتقل من الاقتصاد الاسود للاقتصاد الاخضر. ان شاء الله طبعا يعني يتحقق هذا الشيء، لانه يعني هذا بهم البشريه جمعاء مو بس عالمنا العربي. خلينا نتعرف معك استاذ شادي عطيه في النهايه، اليوم والان ما اخر شيء تقومون به في جمعيه بيئتي؟ اخر شيء بنقوم به في جمعيه بيئتي ان احنا بنحاول نوثق للمشاريع القديمة والحديثة، بحيث يبقى الممارسين والمهنيين اللي مهتمين يبقى عندهم مراجع يلاقوا مشاريع حديثة ومشاريع قديمة. طبعا التراث بنحاول نوثق ما حدث، مثلا زي مبنى السحيمي في القاهرة الفاطمية، بيت الدين في جبل لبنان، قصر الحمراء في غرناطة، البيت العربي في قرطبة، البيوت الدمشقية القديمة، وبكده بيكون الممارس يشوف ماذا تم في هذا المجال قديما، وفي نفس الوقت بنوثق ما يحدث حديثا. يعني عندنا دراسات حالات مختلفة بنعتمد بالأساس على جائزة الأغا خان للعمارة الإسلامية وترشيحاتها وجائزة حسن فتحي، وعندنا مشاريع اللي بتقوم بحصول على مشاريع من على توثيق من المجلس الأمريكي للبنايات الخضراء، مكتبة الملك فهد بالرياض، سفارة هولندا بعمان، الليسيف فرنسي في دمشق، مبنى سكني المحلات في إيران، مركز طبي في صوبة في الخرطوم. أي مبنى رائد مستدام بنعتبره مبنى أخضر بنوثقه ونحط له بياناته، بحيث انه الممارسين يشوفوا أمثلة حقيقية، ممارسات تطبيقات يقدروا منها يستشفوا حلول ومعالجات في عملهم الشخصي. بمعنى انه هو ما راح يكون شيء جديد بالنسبة لنا، هو تتمل لشيء سابق كان موجود عنا وفي إمكانية لتطبيقه لأنه الموارد والمواد الأولية موجودة. بدنا نتشكرك كتير كتير أستاذ شادي عطية، ونتمنى يعني النجاح لجهودكم بجمعية بيئتي للتوعية بموضوع البناء الصديق بالبيئة أو البناء الأخضر. أستاذ شادي عطية شكرا لك، مؤسس ورئيس جمعية بيئتي، على وجودك معنا على أثير مونتي كارلو الدولية. وطبعا الموضوع لا يمكن الاكتفاء منه بخمس دقائق، وبالتأكيد رح يكون لنا لقاءات أخرى. شكرا لك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.